السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا راكب الطيارة من واشنطن وفي الطريق إلى بيتسبرغ، مدينة في ولاية بنسلفانيا، لإلقاء محاضرة عن الإسلام في الجامعة. وقبل إقلاع الطائرة شعرت كده إن الشخص اللي جنبي مش مستريح وعمال يبص عليا كده، فقلت يا فتاح علي مرزا يا كريم، عاوزين نخلص ونوصل النهاردة. في الوقت ده بعد 11 سبتمبر كانت بتتكرر حوادث إخراج المسلمين من الطائرات، وكان يكفي إن أي شخص أبيض يشير إلى أي شخص عربي أو مسلم ويقول أنا غير مستريح لوجود هذا الشخص فيتم إخراجه من الطائرة. ده كان بيحصل على طول يعني. فبصيت أنا على الأفندي اللي قاعد جنبي ده، لقيته راجل كده أبيض وشيك جدا ولابس بدلة وكرافتة شيك. قلت لنفسي ده بإشارة منه كده هينزلني من الطائرة على طول، وأنا ما عنديش وقت بصراحة وعاوز أوصل في معادي، لأن الكلمة بتاعتي في الجامعة بمجرد وصولي مباشرة، فالمسألة مش متحملة تأخير النهاردة خالص. طلعت الكارت الشخصي بتاعي ومديت إيدي وسلمت عليه وقلت له فاضل سليمان إمام الجامعة الأمريكية في واشنطن دي سي، وديته الكارت بتاعي. فالعرف إن هو لازم يعرف نفسه هو كمان، فطلع الكارت بتاعه وسلم عليا وقال لي فلان الفلاني عضو الكونغرس الأمريكي. طبعا في نفسي قلت إيه ده، الناس دي بتركب مع الشعب كده عادي من غير حراسة ودرجة أولى، يعني زي الناس اللي عندنا كده. المهم الطيارة أقلعت بفضل الله وأنا فيها، وبدأنا نتكلم مع بعض. وسألني أنت ليه جاي بيتسبرغ؟ فقلت له أنا عندي محاضرة عن الإسلام في الجامعة. وبصراحة اتكلمت بطريقة تنمي عنده شعور الاحتياج لحضور المحاضرة. فقال لي طيب أنا عاوز استفيد من المحاضرة دي. قلت له خلاص تمام، تعالى معايا الجامعة احضرها. قال لا 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 لا، أنا مش فاضي خالص، أنا جاي أجازة قصيرة 4 أيام أقضيها مع أسرتي. لكن أنت قلت أنك بتشتغل في واشنطن صح؟ قلت له صح. قال لي طيب ما تيجي مكتبي في الكونجرس أو مبنى الكابيتول هيل وتديني المحاضرة في مكتبي لما نرجع الأسبوع اللي جاي. قلت له ماشي أشوف جدولي. طبعا أنا فرحان جدا من جوايا بس مش مبين يعني، بتقل عليه. أخذ الكارت الشخصي بتاعه تاني وكتب لي على ظهر الكارت رقم خاص مباشر على سكرتيرته الشخصية، وقال لي أتصل بهذا الرقم وأقول لها أنا الجنتلمان اللي كان مع عضو الكونغرس في الطائرة، وقال لي هي هتديك موعد على طول. يعني واضح أنه مهتم. المهم رجعت الأسبوع اللي بعده، اتصلت بالرقم اللي هو كتبه، ما قلتش الكلام اللي قاله بقى لا جنتلمان ولا طيارة ولا بتاع، مجرد قلت لها أنا عاوز موعد مع الكونغرسمان. قالت لي حاضر تحت أمرك، عضو الكونغرس بابه مفتوح لكل الناس، حضرتك محتاج موعد في أي يوم بالضبط؟ قلت لها في أي يوم يكون عنده ساعة كاملة فاضية لي. قلت لها يا فندم عضو الكونغرس ما عندوش ساعة فاضية لحد، حضرتك بالكتير هتاخد 10 دقايق إلى ربع ساعة. طبعا أنا راجل رايح أقدم الإسلام ولابد من احترامي وإعطاء الإسلام وضعه. قلت لها بصي بقى، من فضلك أبلغيه إن الجنتلمان اللي كان معاك على الطائرة من واشنطن لبيتسبرغ الأسبوع الماضي بيعتذر عن مقابلتك وبيقولك مش هيقدر يجي إلا لو هتديله ساعة كاملة، لأن اللي أنت طالبه منه سيستغرق على الأقل ساعة. قلت لي حضرتك متأكد إنك عايز توصل الرسالة دي؟ لأن ممكن جدا يرفض يقابلك بعدها. قلت لها من فضلك وصلي الرسالة دي بالظبط. اتصلت بيا بعد ربع ساعة وقالت لي I wonder أنت مين بالظبط؟ بمجرد ما قلت له رسالتك قال لي اديله ساعة في أي يوم حتى لو اضطريت تغيري جدولي. يناسبك يا فندم يوم الأربعاء الساعة كذا؟ قلت لها مناسب. لبست طبعا الحتة الشيك اللي عندي ورحت بقى في موعدي كده على مبنى الكونجرس. دخلت على الراجل مكتب ولقيته بيقوم بيستقبلني استقبال حار ويقول لي فاضل صديقي وبيضمني. صديق ايه؟ احنا ركبنا جنب بعض الطيارة 45 دقيقة. قال لي انا كنت بتكلم امبارح مع وفد من السلطة الفلسطينية بيزور الكونجرس وطلع لي الكروب بتاعتهم، مش عارف واحد اسمه نبيل عمرو واحد اسمه مش عارف ايه ما اعرفهمش. طيب اديته المحاضرة عن الاسلام وقلت له طيب ايه الاخبار؟ قال لي صدقني يا فاضل الكلام ده يجب يعرفه كل عضو في الكونجرس، احنا نعرف عكس الكلام ده بالظبط. وممكن اقول لك حاجة، انت اول واحد يخليني اشعر بالندم منذ 15 سنة. قلت له ليه؟ قال لي لأني مارست معاك اللي بننتقده في الناس لما بيعملوه. أنا لقيتك عربي ضخم
معاك شنطة كبيرة حطيتها فوق راسي، جلست جنبي وطلعت ورقة من جيبك وقربتها من عينيك جدا عشان ما لاحظش مكتوب فيها ايه. بنظرة سريعة لاحظت ان فيها كلام باللغة العربية. قلت بس الطيارة دي مش هتوصل بيتسبرج النهاردة، لسه هضغط على الزر استدعي المضيفة اقولها اني مش مستريح لوجودك عشان تخرجك من الطيارة، انت مديت ايدك لتصافحني وقلت لي فاضل سليمان امام الجامعة الامريكية في واشنطن دي سي. جعلتني اشعر بالندم الشديد لاني للأسف وقعت فيما يقع فيه الاخرون وبننتقدهم لما بيمارسوه، يقصد العنصرية. قلت له خليني اشرح لك، انا شكلي عربي لان مفيش جراحة تجميل بلاستيك سيرجري هتغير ده، ولو حاولت العب فيه سانتهي مثل مايكل جاكسون، لا انا بقيت ابيض ولا هعرف ارجع اسود تاني. طبعا وقتها كان مايكل جاكسون عايش والناس كانت بتتكلم في الموضوع ده في الجرايد، لكن بعد كده عرفت انه كان مريض او كده. انا ضخم لاني كنت بطل سباحه 17 سنه، واحنا السباحين بناكل كتير بس للاسف لما بنتوقف عن السباحه ما بنتوقفش عن الاكل. دي مرحله اسمها الايس بريكنج، يعني بدوب التلج اللي بيني وبينه بيبقى بالدعابه. انا معايا شنطه كبيره ومنتفخه لان شركات الطيران يا فندم في بلد حضرتك بتضيع الشنط احيانا وبتجيب الحقائب في الرحله اللي بعدها، وانا بضطر لحمل احتياجاتي للمحاضره اللي انا فيها على الطياره عشان ما اقدرش انتظر الشنطه بتاعتي تيجي في الرحله اللي بعدها، فباخد الكمبيوتر والبروجيكتور والكابلات بتاعتي وكل الحاجات اللي انا محتاجها ضروري. دي اسمها مرحله اشراك الاخر في تحمل المسؤوليه والخطا. بعدين قلت له انا بقى قربت الورقه من وجهي عشان ما حدش يشوف اللي فيها، لاني بالفعل منعت من ركوب الطائره قبل كده بسبب وجود ايات قرانيه في اوراق كنت بقراها في المطار. دي مرحله القاء المسؤوليه بقى على الطرف الاخر واشعاره بالظلم اللي بيقع علينا احنا. العبره الحقيقه من القصه دي النهارده هي اننا لازم نحول كل موقف نتعرض له الى فرصه دعويه. انت جالس في باص في طائرة تعرف تتكلم عن الاسلام وتشرحه ببساطة، ده لازم. لو وقفنا مسيحي في الشارع وقلنا له كلمنا عن المسيحية يقولك المسيح مات علشاننا، نختلف معاه لكن كلامه روحاني ومدخل جيد لشرح العقيدة بتاعته. طب وقف مسلم في الشارع كده واسأله عن الاسلام، هيقعد يهرش 3 دقايق في راسه يقولك ايه احنا ما بناكلش خنزير. قول له طب قول لي حاجة تانية عن الاسلام، هيهرش 3 دقايق في راسه يقولك ايه احنا ما بنشربش خمرة. هو ده رقم واحد ورقم اتنين اللي يتقال عن الإسلام ولا رقم 1,000,001 و2,000,002 اللي يتقال عن الإسلام؟ لازم كل واحد فينا يتعلم إزاي يدعو الناس. مش لازم يبقى عندنا 1,600,000,000,000 محاضر بيدي محاضرات عن الإسلام، لكن لازم كل واحد فينا على الأقل لما يسأل عن الإسلام يعرف إزاي يتكلم بطريقة جميلة وروحانية، لكن ده يحتاج إلى تعلم وتدريب. والسلام عليكم ورحمة الله، وأشوفكم بكرة بإذن الله وموضوع جديد. خدنا سكك كتير.